تصور دخل 100 طن ديال الحشيش للمغرب وخرج 5000 طن ديال الحشيش والتقادم على ربع سنين. سير سرق واحد البوطه بالليل من شي بلاصه، سرق بوطه بالليل ودي معاك انت وشي واحد عبوطه بغى شي عاد تاكل، تقادم لك على 15 عام. اي شخص بغى يدخل للشأن العام، خويا شنو بغيتي تولي؟ بغيت نولي رئيس جامعه، مرحبا. خويا شنو بغيت تولي؟ بغيت نولي رئيس مجلس اقليمي، مرحبا. خويا شنو بغيت تولي؟ بغيت نولي وزير، مرحبا. واخا عندنا واحد الشرط، كتعرف الا وليتي وزير راك عتركب في الطياره الدرجه الاولى مزيان، راك عتجلس حدا جلاله الملك مزيان، راك عتولي سميتك معالي الوزير مزيان، راك عتسكن فيلا عيولي الاحترام المخزن عيبقى يدير لك السلام، شتي عتفطح مزيان. بغيتي تفطح مزيان؟ اي باغي نتفطح مزيان، ولكن راه كاين واحد الشرط، واش غتقبل قبل ما تدخل الشأن العام، قبل ما تحط سميتك نصوتوا عليك؟ شنو هو الشرط؟ ايوا اصبر، انت لا باغي تفطح وتولي وزير، يا راه تقدر واحد النهار تكون دائرة الشك، قدر واحد الناس يغضبوا عليك، قد واحد الناس ينتقدوك، يقدوا الناس، واش قابل؟ انت كمجلس على سلطة قضائية راه خصك دير بلاغ، لأن غير كنحل الأمور من تحتها في سياق نقاش على ملف معروض أمام القضاء. إذا المجلس قاص، النيابة العامة كذلك خصها دير بلاغ عن طريق رئاسة النيابة. علاش؟ لأن الأمر كيتعلق بسلطة تنفيذية عضو وقال نحلوا من تحتها، إذا كاينة شبهة جريمة، النيابة العامة خصها تتواصل معنا، ماشي وزير الاقتصاد تعتقل سابق، شنو كان سميتو الزرق، ماشي الوزير الاقتصاد والمالية، أعتقد وزير المالية سي الطاهري، ما تعتقلش سي الجعيدي كان وزير التجارة، تعتقلوا وزراء فساد ورشاوي. خوتي المغاربه مرحبا بكم، اليوم كنرجعوا لثلاثه مواضيع مهمه، المخدرات، التشهير، ثم اعتقال الوزراء، ثلاثه ديال المحاور. قبل منها خليوني نوقف عند واحد ثلاثه نقاط ندوز عليهم بسرعه. قناتكم هذه تتعرض لحمله ديال التشهير وكاينه محاوله ديال الحذف ديالها. مرحبا حميد المهداوي من اليوتيوب جاتنا، نود إعلامك أننا تستلمنا شكوى بشأن الخصوصية مرتبطة بالمحتوى الخاص بك، واختاروا لي بزاف المقاطع من جوج الفيديوهات درتهم مؤخرا على منهار اللي تم يعني الربط بين فرد من الأسرة الملكية وحمزة بومبيبي في واحد الجو اللي كنعرفوه دابا ديال واحد التهم خايبة، ما عجبنيش الحال، فخرجت قلت لهم ما توصلش الأمور لهذا المستوى، ربط فرد من الأسرة الملكية بالسياسة بحقوق الانسان بالمواقع بكذا، ولكن تربطوا بحمزه مومبيبي فرد من الاسره الملكيه جاتني قاصحه، فخذيت مقاطع وكنت كنشرح وكندافع على الاسره الملكيه وبالتالي الدفاع على الوطن بصفتي كصحفي مهني مزيان، فديكلاروني ودير لي المخالفات، نود ان نمنحك الفرصه لازاله او تعديل مع الايد. ما غاديش نطول معكم في هذا المستوى، يمكن تشوفوا هذا الشيء. المهم مع عمري انا كيعياو يقطعوا عياو يديروا التصاور ديالي عياو يديروا وما درتش هادشي. اليوم الناس ضاق صدرهم فقط لاننا انتقدناهم، فمشاو لعند اليوتيوب باش يحذفوا هادشي وباش يأطروا هادشي. نعدكم باننا سنتواصل مع اداره اليوتيوب بشكل مسؤول هاد القناه مهدده. انا ما عمري ما قلت لكم المغاربه اشتركوا، ما تلقاوش عندي في تاريخي شي لحظه كلمه اشتركوا ديروا جيم عمروا نجمات ابدا، نقدر نكون شي مره قلت بارطاجيو شي محتوى تيكون مهم، اما هاد اللغه ديال اشتركوا عندي ديروا الجرس ديروا جيمات ديروا هذا والله ما تسمعها عندي، والله ما تلقاوها عندي في هاد. اللي بغى يدير هاد الشيء باش يوقف هاد القناه تبقى حيه مرحبا، ما بغاش داك الشيء شغله، انا ماشي هذا هو الرهان عندي. انا غنتواصل مع اليوتيوب وغادي نقول لكم النتيجه ديال التواصل، وكونوا متاكدين كونوا، لاننا في الوضع السليم، حنا رجال ناس ديال القانون وكنعرفوا واش كنديروا، ملي كنا شورى كنعرفوا الصوره وما نشرنا الصوره ديال ذاك الشخص وما نشرنا لا الاسم لا والو، عارفين واش كنديروا في هذا المستوى. ولو ان اليوتيوب لها قانون ولكن رجعنا للقانون الدولي، رجعوا غير الاحكام ديال المحكمه العليا ديال امريكا، الدعم كتكون الخصوصيه، انت كتخرج للعلن وكتهضر، مابقاش خصوصية ندخل عندك لدارك ولا شي حاجة ديالك، أنت خرجتي للعلن وهاش كتقول وهاش كتقول وهاش كتقول، فأين هي الخصوصية؟ الخصوصية هي من كتكون الناس يعتبر المجتمع من تيعتبر شي حاجة ماشي كاينة واحد المحكمة العليا كتهضر لك على جوج الحوايج، الخصوصية مرتبطة بمدى فهم الشخص للخصوصية أو المجتمع، أنت واش كتعتبر هادشي خصوصية؟ أنت مثلا خرجتي عريان للشارع، مابقاش من الخصوصية، أنت فضلتي تخرج إلى هذا نقاش ما غاديش ندخل فيه، ولو أن اليوتيوب عندها وجهة نظر أخرى، ولكن نعدكم بأخبار سارة في هذا المستوى. الفكرة الأخرى اللي غندوز عليها بسرعة هو قلت المغرب وقف على الصح،
يعني دولة واقفة على الصح. البعض كي عادي كنتفاعل مع الناس، لا المهداوي انا اقولها وغنعاودها لكم لاهميتها. المغرب وقف على الصح، الدولة وقف على الصح من الناحية الامنية مزيان. المغرب ما وقفش على الصح من ناحية، واحد مرة قلت واحد فكرة باش تفهم الصورة، عقلت المغاربة في مناسبات بزاف تنقول لكم المغرب عنده رجالات دولة المغرب، ولكن ما عندوش رجالات وطن. فرق بين رجل الدولة ورجل الوطن. المغرب عنده رجالات الدولة، يعني الدولة كأمنيا الاستقرار كذا ما تحجمت ببلها. انا باقي كنقولها وقف على الصح ديال الصح ديال الصح، ولكن رجالات وطن على مستوى الوطن، الوطن مجروح، الوطن فيه مشاكل. كنقول لكم دائما اذا تحاولوا المغاربه تميزوا بين رجالات الدوله رجالات الوطن. الدوله على مستوى الدوله واقفه على الصح، على مستوى الوطن كاين جروح، كاين الهجره السريه، كاين المشاكل، كاين المخدرات، كاين الفقر، كاين هذا المدرسي ثلاث شهور الازمه ما كيقدموش. هذه كلها كتبين بان الوطن ما وقفش على الصح ولكن الدوله واقفه على الصح. وميزوا بين هذ جوج مستويات. مستوى ثالث وهذا بمنتهى الالم، كنبغيو نتقدموا باننا كنضامنوا مع اسره الجراري الكريمه، الاسره الكريمه، لا الابناء ديالو ولا الزوجه ديالو ولا العائله ولا الاصهار. سي عباس الجراري واحد من القامات الفكريه والادبيه اليوم يرقد في المستشفى المستشفى العسكري شي 5 ايام مسكين هذه باش هزوه، وعنده يعني التنفس الاصطناعي. سبق لي في مناسبه اللي كتبع هذه القناه هضرتكم على هذا السيد، اكن له كل التقدير. هذا مستشار ملكي، عنده واحد المكانه علميه، دكتور، استاذ جامعي، له مؤلفات لا حصر لها. ولد في 1937 في الرباط، اعتقد في 15 فبراير. ترأس عديد من التجمعات، له اكثر من منصب، قام فكريا بما تحمله الكلمه. هذاك رجل وطن. انا دابا تفكرت بحال هذاك، هذو هما رجالات الوطن. ملي تسمع رجل وطن بحال عباس الجراري رجل وطن، ملي تسمع مثلا عبد الرحيم بوعبيد رجل وطن. رجالات الوطن ماشي هما رجالات الدوله، رجالات الوطن كيفكروا بمصلحه الوطن بواحد الطريقه وعندهم واحد الرؤيه. اليوم تقدر تلقى رجل دوله كيفكر مثلا بواحد الفكر الى حد ما ضيق، رجل الوطن عنده بعد استراتيجي. رجل الوطن نعطيكم باش تفهموا مثلا شنو رجل الوطن، شتي رجل الوطن الا بغي يدير غير قرار كيحط جميع الابعاد والتداعيات على الدوله مثلا. واي رجل اي رجل وطن في المغرب كيما بغى يكون، الشيء اللي ما كيتاخذش قرار وحاط قبالته الصحراء المغربيه يعرفوا ماشي رجل وطن. غناخذ هذا القرار، ما هي تداعياته على ملفيه الصحراء المغربيه؟ كثير من القرارات كتاخذ الناس كاع ما كتفكر في الصحراء وفي القضايا الكبرى. كنقول لكم القضايا الكبرى. ميزوا اخوتي المغاربه، واخا وضحت، كنتمنى الشفاء العاجل للسي عباس الجراري، كنتمنى يخرج من هذه المحنه. يا ربي يخرج من هذه المحنه، واعتقد غيخرج باذن الله اول عز وجل. ثانيا انه في ايادي امينه، كنا كنعرفوا الكفاءه العاليه ديال اطبائنا في المستشفى العسكري. دابا باش نبدا لكم المغاربه، واش باعتقال الوزاره ولا بالتشهير ولا نمشيو للمخدرات ولو ان الامور متداخله؟ نبداو بالاعتقال ديال الوزاره لانه كيرتبط بالبلاغ ديال السيد الوكيل العام وخاضرت فيه لامين. هتقول لي علاش رجعتي لهذا الموضوع؟ وعتقول لي علاش درتي في العنوان قانون شحتان وزيان؟ قانون شحتان وزيان. نحاولوا المغاربه نميزوا ملي كنكون كنناقشوا، انا كنناقش الافكار. ما عنديش مشكل مع زيان، داير ما دايرش هذا نقاش، حيت الناس كيخلطوا. كاين القانون، واش زيان مواطن مغربي؟ هل يستحق محاكمه عادله او لا؟ زيان دار بعض الحوايج في نظر القانون مخالفه ونحارف وقاس، هذا نقاش، قال القضاء كلمته. زيان واش يتحابس ولا يمشي للحبس؟ عادي بحاله بحال المغاربه. شحتان زميل مثلا في المهنه، هو شحتان ولا كذا كشخص عادي، ولكن مني فعله زيان وفعله شحتان. نبغيو الخير للجميع، ولكن انا هذا النقاش بغيت نخرج به، نميزوا اخوتي بين الشخص وبين القضيه، بين الفعل الجرمي وبين القضيه. حنا كنخلطوا العرار، فقانون بغينا حنا واحد القانون يكون لفائده زيان ولفائده شحتان، لان زيان تعرض للتشهير. كيقول زيان تعرض للتشهير من طرف شحتان ولا من طرف اشخاص اخرون، وشحتان حتى هو تيقول تعرض للتشهير من طرف صحفيين برا ولا بعض القنوات برا. بجوجهم لا شحتان ولا زيان لوذيغو بآفة التشهير. هذا هو النقاش. اذا حنا ما كنشخصناوش، حنا عندنا كيفاش يكون عندنا قانون يحمي زيان ويحمي شحتان، يحمي الوزاره ويحمي المواطنين. النقاش ما كياخذش هذا المنحى. انا تألمت ملي شفت ردود الافعال على البلاغ النيابه العامه.
بغيت نسمع شي نقاش ماشي كاملين، كاينه بعض خرجات كانت شويه فيها، ولكن قريت صفحه اكثر ديال المقالات والصفحات والتدوينات. لماذا اتساءل مع المغاربه بحال القنفود؟ تعرفوا القنفود ما كيتكمش، حنا كنكونوا محيحين محيحين هي كيخرج بالغ الوكيل العام كنوليو كنتكمشوا بواحد الطريقه غريبه الاطوار، غريبه الاطوار. حتى واحد ما يقدر يقول بلاغ سيد الوكيل العام زوين برافو، وزيد حداها غير فقره اياه كلنا رضغنا من آفة التشهير. عطيوني شي مغربي ما قاصوش التشهير، شي مدون، شي مدونه، شي 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 رجل امن، فنانه، عطيوني المسؤولين ديال البلاد كلنا تادينا بالتشهير. الفرق في كاين هو ان الناس اللي كيكونوا واحد الوقت هما اللي كيشهروا وكيصحاب لهم ما يتشهرش عليه، ما يجيش وقتهم، وهي تلك الايام ندورها بين الناس. من اروع من اروع من اروع ما جدت به قريحه الشاعر العربي، اروع بيت شعري عبد المهداوي، هو هذا اللي غنقول لكم. عرفتي فيه واحد لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش انسان، هي الامور كما شاهدتها دور من صره زمن ساءته ازمان، وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حالها شان. يعني انت ملي كتكون واحد النهار كتشهر بفلان مسكين صحفي ولا مؤرخ، كدور الايام كتلقى راسك انت هذيك الافه اللي انت استعملتيها انت براسك كليتي بها العصا. اذا كل اليوم انا ملي كنتبع بعد البلاغ العام بغيت شي ناس يقولوا نعم جاء وقت لنقول كفى من التشهير. التشهير قاس القضاة، قاس الفنانه، قاس الصحفيين، قاس النيابه العامه، قاس البوليس، قاس المؤسسات، قاس رجالات الدوله. شكون هو اللي ما كلاش من هذه الافه؟ ولكن المشكل في التشهير، علاش اليوم عاد خرجنا من عندنا ما تعلق الامر باسماء اشخاص؟ واش حنا غنرجعوا للقضاء في عهد الاستعمار، قضاء ديال فرنسا وقضاء ديال المغاربه؟ خصنا قضاء موحد، خصنا قضاء موحد. نهار خرج زيان عريان شنو قالت النيابه العامه؟ دار ما دارش نقاش، ماشي لحقاش هو مقلق ولا قال شي تصريحات مزعجه ولا غضبان عليه شي جهه ولا لا، كنحتفظوا كنقولوا شوف هذاك الفيديو ما يتنشرش، قصدي الحق العام للمغاربه. هو كزيان يعاقب على كل حاجه دارها. اسمح لي السي زيان قلتي هذا الكلام غنعاقبك، كيما تعاقب المهداوي، كيما تعاقب الزفزافي، كيما تعاقب فلان، كيما تعاقبوا الوزاره، كيما يتعاقب زيان. الى دار كنقول ماشي انا القاضي، الى دار يتعاقب زيان راه هنا ما كاينش المشكل. ولكن كونك انت درتي واحد الفعل تعاقب، هل تهدر حقوقك؟ لا، تكن نيابه عامه، الحق حق ديالك ديالك ماشي ديالك ماشي ديالك. انا بغيت الشعب المغربي نخبه اساتذته المدونين ازج خرجوا كتبوا مقالات. عجبني الاستاذ الجميل الدكتور الجميل عزيز محترم جدا نور الدين الشهب كتب مقال، قال الناس كلهم كتبوا مقالات بابو ابو لهب ولا ابو والله ما عقلتش ابو مقالات، قال لك علاش بحال داك الشيء السلفيه، قال لك لماذا تسامحنا؟ كان الترهيب. النيابه العامه كانت كتشوف بعينها مثلا الصحفيين تنشر عنهم اخبار يوم اعتقالهم، ها فوكاش واش عدير انت واش عد، علاش النيابه العامه ما تدخلتش؟ علاش؟ علاش الدوله ما تدخلتش؟ إيه كان كلامي خايب قولوا لي خايب. اليوم الناس اللي كيهضروا واش بغيتوا مغرب زوين ولا بغيتوا مغرب ديال الغميق؟ ناقشوا بشكل مسؤول. حنا كنعرفوا خرب بلادنا، كنعرفوا اكراهات حتى ديال الديمقراطيه، ما كنمشيوش بعيد بزاف، ولكن على حدود الدنيا. هاد التشهير اليوم اللي كاين في كل حاجه تشهير قاس الجميع. واش خرجنا بلاغات؟ واش خرجنا بلاغات؟ بلاغات خرجت مثلا، نعطيكم غير مثال وهذا مثلا في المثليه، خرج بلاغ على المثليين مثلا، شوف 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 سمحوا لي وانا هاد المناشير اللي كتنشر مثلي بوجه احمر جلسني فقيه في الدار وكينعس معايا، هادشي كله دخل الاسر المغربيه. هذه ما عمر في تاريخ المغرب، اعتقد ماشي في تاريخ المغرب، في تاريخ البشريه الا في المغرب هذه، ونتحمل مسؤوليتنا، انه يتم الجهر بالجرائم والنيابه العامه ما كدير والو. انا نعس معايا فلان، انا مثلي وكنعس مع فلان، ها بشحال كيخلصوني، انا تبول علي فلان واعطاني جوج المليون. واش هذه ماشي جهر بالجرائم؟ انتم مشاكل الشواذ في المجتمع. مثلي عهد يفجر قنبل معيار الثقيل، انا ما عارفش راسي واش رجل ولا امراه. مثلي جنسي داير بحال البنت وكيدور كنصور 1000 درهم في الليله وكنمارس الجنس غير مع اللي لاباس عليهم. ايوا هذا راه وشنو هذا؟ باش تصور شخصي انه يرتكب جرائم وما كاين والو. مثلي جنسي داير بحال البنت كيدور كنصور 1000 درهم في النهار
والبنات كيموتوا عليا. انا شي وحده قالت انا مرجله والبنات كيموتوا عليا في الحبس، ولقاو الفيديوهات حاميه ديالي مع صاحبتي، ولد فنانه شهير مثلي كيمارس الجنس مع رجال الفلوس، شهير مثلي شهير يفجر تفاصيل صادمه عن الشذوذ. بعد عمتي كنت كنمارس مع الرجال وكنشطح في الملاهي. هشام مداح في تصريح صادم، نهار ترجلت ما بغاونيش نساه، وما نساش واحد السيد بال عليا مقابل 2 مليون. هضر يقدر يقول لي شي واحد ما عرفش ما دارش بحث قرينه لجوج الحوايج، لو كان دار بحث ومتابع ما كانش هادشي غيبقى لانه استمر بزاف وباقي. القرينه الثانيه، لو كان دار نيابه العامه خاصها تواصل معنا كما تواصلت البارح. هناك مناشير ينشرون الشذوذ الجنسي وكذا ولا المثليه، ورا الناس يجاهرون انا كنعس مع فلان ب 1000 درهم والنيابه العامه ما تواصلتش. اذا انا شنو غنفهم؟ انه ما دار والو في هذا الشيء. واش هذا الشيء ماشي جرائم؟ ما كانش خصي، واش هذا ماشي كان تساهل في هذا الشيء؟ اليوم عدد من الناس كيشهروا بعباد الله، واش ما نتحملوش مسؤوليتنا كسلطات وما نتقلقوش؟ واش ما ساهمناش في اننا علاش؟ لاننا واحد اللحظه ملي كان يشهر بالمواطنين وبالفنانين وبالصحفيين وبعدد من عباد الله ما كناش كندخلوش، كنا بحال اللي كنقولوا الناس غير شهروا، وهمناهم بان التشهير امر عادي، وكنا نهار الاول ضربنا باليد من الحديد. ما يزعموش الناس، علاش الناس دصروا؟ لانهم لقاو عادي. كتجي انت كتشهر بصحفي دير فيه ما بغيتي ولدو مرتو، يوميا يشهروا باطفال بالزوجات، يتم التشهير بامهاتنا. انا ما كان ماشي حقاً تصوروا، انا نقول لكم شي مصطلحات ما تصوروا، ماشي باش من راه يشهر بك بواحد الطريقه والسلطه تتفرج، يعني يشهر بعباد الله فقط لان عندك راي كيخرجوا عليك هذا الكلام. علاش 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 كنا كنسكتوا على التشهير؟ ما كيهمنيش انا اليوم البلاغ الوكيل العام، علاش كل شيء مشى كيهجم على الصحفيين وما يكتب ما كان؟ حتى واحد ما هضر على التشهير وقافت وما قالش اياه راه كاين تشهير. غريب البشر، غريب. علاش علاش ما عندناش الشجاعه؟ علاش علاش دايرين حنا بحال هكا؟ كل شيء كان كيهضر لك ويكتب الدنيا هاني يخرج بلاغ. تصوروا غير يخرج بلاغ الوكيل العام التفسير كان هكا ولا تقلب هكا؟ شكون اللي ولاو دابا؟ كاين فلاتات، كاين انحرافات، كاين مزايدات، ولكن شكون المسؤول عليها؟ التساهل مع التشهير، التكوين ديال عباد الله، السيبه، هلوما جرى. حنا كسلطات مغربيه كتكتب تدوينه دا واحد السيد على سليمان الريسوني صحفي، انا كنقولها وباقي نقولها، الى سليمان دار شي حاجه الى يتعاقب كما تعاقبنا وتعاقب الى دار الى. ولكن اسمح لي، كيفاش انت السلطه كتمشي تجيب تدوينه من تحت الارض؟ ما كاين لا شكايه لا والو، كدير محاكمه. وعلاش حنا يوميا يشهر بينا ويشهر بالصحفيين وبالمواطنين وبالفنانين والتشهير مع التشهير؟ واش ما كتشوف السلطه هذا الشيء؟ واش شي واحد دار شكايه ضد سليمان؟ ما دارها حتى واحد، وقعد يقول لي خصني شكايه، سليمان ما كاينش شكايه، حتى واحد ما داير شكايه، حتى واحد ما داير شكايه. هذيك البنت السعيده العالمي حتى واحد ما داير شكايه، السلطات مشات جابت كتبت تدوينه. واش كتستحق الحبس؟ واش ما غاديش ندخل في التفاصيل، ما نبرأها من دينا، خلي هذاك القضاء شغلو هذاك، انا كنهضر على اجراء البحث. ايوا كيما كتمشي ما دارش شكايه، حتى انا حتى الناس حتى زيان حتى فلان اللي دار شي حاجه، هنا ما كناش غنوصلوا لهذ الحاله عاد نديروا بلاغ. الى جانب واحد النقطه اخرى في البلاغ وهذه مهمه نناقشها، بلاغ ديال السيد الوكيل العام المحترم، امرت النيابه العامه بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء فتح بحث حول واقعه 12 اخبار زائفه تقحم اسماء شخصيات ومؤسسات وطنيه في القضيه المرتبطه بالتجار الدولي في المخدرات. وجهه نظري راي صحفي، النيابه العامه ما كانش دير هذه الفقره. انا وجهه نظري كما قلت لهم واحد مره ملي تشديت في الحسيمه، شنو قلت للنيابه العامه؟ خرجي بلاغ قولي بالراي العام طمئنيه حميد المهداوي راه عندنا كنبحثوا معاه على ذمه واحد القضيه هو في دائره الشبهه. سكت كنتي غتكون غزال ملي كتقول وراه راه كيدير هذه وهذه، قصتي قرنه البراءه، ما بقيتيش كدير التواصل. لان البلاغات شنو هو الهدف من البلاغ النيابه العامه؟ شنو هو الهدف الاسمى؟ الهدف هو ان اخبر، ان احيط الراي العام بمعلومه ما. علاش علاش الناس خلقوا التواصل؟ باش نتواصل معاك، باش غير نتواصل نقول لك، ماشي باش ناثر او لا نمس او لا كذا. مثلا النيابه العامه المحترمه جدا جدا في هذا البلاغ، انا كنقول هذه الفقره ما كنتيش ديريها، شنو كان خصهم يقولوا؟ بقى
قضية التجارة الدولية المخدرات تنشر أخبار زائفة وتنشر أخبار غير معقولة، وسيفتح بحث في كل الأخبار الزائفة. صور بلاغ يجي كغزال، ولكن منين قلتي إقحام أسماء شخصية مؤسسة وطنية نقولها أنا قلتها كصحيح. أنا صحافي، أنا قلت لهم ما تجبدوش الوزير فلاني القجع. هما ما معنى ما تجبدوش، أنا كصحافي تنقول أعطيو الناس أعطيو لنا أدلة، حيت أنا صحافي أنا ما كنديش البحث، أنا ماشي نيابة عامة. حيت النيابة العامة شنو الفرق بينها وبيني؟ أنا نقدر نخلق كصحافي نقول واش كاين عندكم أعطيو لنا أدلة على فلان، ماشي غاجي بيا فمه وقول كنقولها وباقي كنقولها. أنا كنقول الصحافيين حقاش أنا صحافي، أنا ماشي سلطة قضائية. مي النيابة العامة لا، الفرق بيني وبينها هي خصم في الملف، هي غدا غتكون كطلع أمام القضاء، هي التحقيق موجود. حنا واش حنا عندنا ضمانه تحقيق فين عرفني واش عيب شي لهذا الاسم ولا هذا الاسم؟ ولكن الا قلنا اشخاص زيت اسماء ما داروا والو كذا وكذا وكذا في الوقت اللي كاين اسماء متارة، النيابه العامه غتلقى راسها في حرج غدا اذا البحث قاد شي اسميه ولا اسميه ولا اخرى. اذا من دابا هي حكمت بالبراءه ديال جميع الاشخاص. هنا وجه ديال نجي بلاغ نقول وهذيك النجله كتعطي ما ينشر من ما ينشر اخبار زائفه، حنا غادي نقولوا اخبار اللي ماشي مزيانه، ولكن ملي قلتي شخصيات وطنيه شخصيات كذا تما طرح المشكل، لان النيابه العامه غدا تقدر تلقى راسها. دابا النيابه العامه افترضوا التحقيق خدا شي حاجه ما تقدرش تناقض مع هذا البلاغ، خرجت بلاغ خرجت بلاغ. واش اللي درنا هذا النقاش؟ ماشي المغرب كيبان قوي؟ انا عندي سؤال لعدد من الناس، علاش الفقيه اللي حافظ 60 حزب في قلبه في بلاد الاسلام في دولة الإسلام، الإسلام دين الدولة، علاش الفقيه 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 اللي حامل القرآن كنكتبوا عليه نعس مع الأطفال في الجنس وكنصوروا الفقيه ما عرفت كيف داير، والفقيه كنصوروه الرقية وكينعس مع العيالات، الفقيه غير شرشم فيه، الفقيه كياكل فلوس الموتى، الفقيه كياكل عاي دقدق في الفقيه، حامل كتاب الله، رجل التعليم ونساء التعليم، كنصوروا رجال التعليم غا شفارة غا مرايقية غا الصحفيين غالمي غا كيقلبوا على الجنس وتابعين الجنس وتابعين هكذا ولي زونفولو. زيد شكون اخر بغيتو كنصوروا؟ شكون بقى ليا اللي اطباء صور كي جوج ما كنقيسوهم، ماشي انا ما كنقولش نقيسو، علاش قال لي عندهم سوارد الحبس ولا اللي كيديروا البحث ملي كيهضروا كان علاش؟ خصنا نحترموا البوليس والقضاة والفقيه ورجل التعليم اللي غلط في هادو يودي ما كنقدوش حتى نناقشوا. صور البشر كنكونوا حقاره تنج حقاره تشهير افا قاصتنا كاملين، جاتنا فرصه نقولوا حباس سيد وكيل العام، سيد وكيل العام محترم خرج شي بلاغ معاك كنحترموك، ولكن اسمح لي سيد وكيل العام راه تشهير قاصنا كون كنتو كتفرجوا لا بلاغات خرجت، واش زين خرج فيه بلاغ في الفيديو في ديك اللحظه؟ شنو البلاغ شنو فيه؟ واش هذاك ماشي تشهير؟ واش هذاك ماشي انسان؟ واش دابا حنا عندنا مشروع الحكم الذاتي؟ مشروع الحكم الذاتي علاش قلت لكم مشروع الحكم الذاتي؟ دابا الناس اللي في الصحراء حنا طرح لهم مشروع، حنا المغاربه حنا في الصحراء بلادنا صحيح، ولكن راه ما كيعترفناش الاتحاد الاوروبي، راه عندنا اتفاقيه السيد البحري، عندنا عندنا بعض النقاش، عندنا مشاكل. ايوا انا ملي غنشوف قنوات في المغرب كيقيسوا شرف الصحفيين والحقوقيين، راه كاينه بعض الناس الصحراويين المغاربه كاملين عندهم الشرف هنا صحراوه. علاش الصحراوي راه ماشي الصحراوي راهم قبائل تكتل، تقيس الشرف ديال الصحراوي بحال المغاربه ماشي بحالنا بحال واش غيلتحق بك يقول لك انا ندخل المغرب باش غدا نلقى راسي هذا الموقع الالكتروني كيهضر لي على مرتي وولدي؟ اذا تشهير خطير جدا على قضايانا الحيويه، علاش استعملناه في واحد اللحظه؟ علاش وكنستعملوه دابا كنعرفوا الناس اللي كيكتبوا كنعرفوا الناس اللي كيشهروا امام اعين السلطات بينا وبالصحفيين؟ وعلاش النيابه العامه؟ واش حنا ماشي شركاء؟ واش جلاله الملك شنو قال في رساله 2002؟ قال لا محيد عنه الاحتفال بشريك، قال الاعلام هو شريك لا محيد عنه في بناء الصرح الديمقراطي، هكا العباره ديال الملك هكا في 2002 رصحوا في الذكرى ديال 15 نوفمبر الذكرى العيد الوطني، العيد ديال الوطني ديال الاعلام، الملك ديال البلاد تيقول الصحافه او الاعلام شريك للدوله، احنا الصحفيين شركاء للمؤسسه الملكيه وشركاء للحكومه في بناء الدوله. ايوا احنا شركاء، وكتلقى يوميا كتكتب على اعراضنا وعلى اولادنا وعلى خوتنا وعلى وعلى وعلى، وحنا الملك قال بان الصحافه سلطه، قال المجتمع المدني سلطه مضاده مهمه. كما ان المغرب
في حاجة لكل أبنائه ولجميع القوى الحية والمؤثرة وخاصة هيئات المجتمع المدني التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية تساهم في النقد البناء وتوازن السلطات. علاش هذا البلاغ؟ علاش حنا انا ما كيهمنيش النيابه العامه دارت بلاغ برافو ليها في هذا الوقت، عندي تحفظ غير في ديك الفقره ما كانش تكون. انا صحفي نقول الراي العام، حيت انا صحفي ماشي نيابه عامه، ولكن كنهضر مع المجتمع. حتى حنا كمجتمع حنا ديما كنناقشوا على السلطه والدوله، واش حنا كمجتمع شركاء في الديمقراطيه؟ علاش اليوم اصحاب القنوات اصحاب التدوينات غير خرج البلاغ العام كلشي يقلب فيه؟ قولوا شكون اللي ما تلدغش بكم بالتشهير؟ اختاروا اي واحد كاتب تدوينه ولا كاتب بلاغ. وعلاش الانسان ما يكون صادق يقول انا تكويت بالتبليغ؟ جيت تبليغ ماشي غا دابا بالكم مع هادو اللي كيهضروا على هاد الملفات والمسؤولين. خصنا يكون عنده الشجاعه الفكريه، النزاهه الفكريه من اجل الوطن، من اجل المغرب. ماشي نبقاو كلنا كنديروا هذا هو اللي خلانا كندوروا في حلقات المفرغه. حيت سمعتوا بلاغ كذا، علاش ما الناس دايرين بحال هكا؟ علاش الناس دايرين بحال هكا اخوتي المغاربه؟ علاش؟ ها نمشي للمخدرات، واخا نمشي للمحور الثاني، محور المخدرات. دابا هذا النقاش اللي كاين كله واش حنا كنا مسؤولين فيه؟ شنو عناوين الابرز اللي كانت؟ فيلا الناصيري، تصور لقينا فيلا تباعت، فيلا جات، شكون عطاها، شكون جاها، بما فيهم حنا انخرطنا في هذا النقاش، ولكن واحد الحاجات كتبقى فيلا لطيفه رأفت، فيديوهات جنسيه بعوي الناصيري، تصور هو العنوان اللي كيتداول في الصحافه. كان ممكن نديروا نقاش اكبر عبر المخدرات، كنا نطرحوا اسئله جوهريه، حنا كمغاربه نستافدوا، خليوا النقاش حر. نعطيكم اسئله مهمه جدا. هاد دابا الى انا وخمسه د الناس تلاقينا، كنقول لكم مثال، وفكرنا نديروا الهجره السريه، جنايه. حنا خمسه د الناس بالفعل منظم جنايه. انا وخمسه د الناس بغينا ندخلوا 5000 طن ديال الحشيش للمغرب. انا وخمسه د الناس بغينا نخرجوا 5000 طن لبرا جنحه. تأملتوا مزيان، علاش المغاربه ما طرحتوش هذا السؤال؟ هذا هو النقاش. كيفاش اخويا الفعل هذاك ديال العدل والاحسان داير له او لا شغله ما ندخلش في التفاصيل. ياك واحد السيده معاه في الطوموبيل، واحد صاب بنت اخرى، ولا التجار في البشر، ولا جنايه مشات، هذا فعل. شكون ضر هذاك السيد؟ ضر ديك السيده ودار ديك السيده. دابا الفيلا ديال الناصيري شكون ضر؟ هو فعل جرمي اذا ثبت، ولكن شكون ضحيته؟ واحد المراه مع واحد المراه، هما عتله. اما الحشيش ضحيته مجتمع. دابا انا بغيت نفهم واحد الفكره، علاش كتلقى بعض الافعال ولا بعض كتلقى من الناحيه القانونيه صغير ولكن الواقع كبيره، او العكس كتلقى من الناحيه القانونيه كبير وفعله صغير. دابا علاش شفنا مثلا الفيلا من حيث الوقائع، راه صغيره، فلان مع فلانه دالها فيلا ولا دات له، وحنا ما عارفينش ديك الوكاله واش عرفيه واش ماشي عرفيه، واش دايرها نوطير باش تلقى. حيت الا كان نوطير هو اللي زور هذاك الزوير خاصو جنايه، الا كانت غير وثيقه عرفيه راه جنحه، حنا ما عارفينش. ولكن لاحظوا الوصف من الناحيه القانونيه كبيره، ولكن يجي الواقع واحد مع وحده، دار هو مرتو دابزو. نقلبوا الايه في المخدرات من ناحيه القانون الوصف صغير جنحه، ولكن من حيث الوقائع هبط الارض تشوف الوقائع، اشخاص وسياسيين وشبكه والحشيش والضرر. واش قدرنا نفتحوا هذا النقاش؟ هذا هو النقاش اللي غينفعنا كوطن كدوله كشعب. حنا مشينا الفيلا فيديوهات جنسيه، واحد السيده مع وزير، هذا كله تضويخ للنقاش، ولكن مشيناش للجو. النقاش هو المخدرات وسط بعض المؤسسات ولا بعض الناس مؤسسات. القانون علاش كتقادم الجنحه على 4 سنين؟ واش ما راحتوش اخوتي؟ تصور دخل 100 طن ديال الحشيش للمغرب وخرج 5000 طن ديال الحشيش، والتقادم على 4 سنين. سير سرق واحد البوطه بالليل من شي بلاصه، سرق بوطه بالليل ودي معاك انت وشي واحد، عا بوطه بغيتي عاد تاكل، تقادم لك على 15 عام. إذا شوف 10 الناس مسؤولين ثقة فيهم الدولة مثلا، وعطيهم الدولة الثقة، خانوا الثقة مثلا وباعوا الحشيش وخربوا عقول المغاربة وخرجوا، هادو كتقادم الفعل ديالهم الجرمي على 4 سنين. الآخر مسكين عاد جاي يعمل قا ما ياكل، خصو 15 عام عاد تقادم له. 4 الناس مساكن تجمعوا، ما نقولوش مساكن حتى هي جريمة، تجمعوا وبغاو ينظموا الهجرة وكذا، ولا بغاو البطالة وكذا، هادو عندهم فعل منظم جريمة جناية.
10 الناس خويا ولا 20 تلاقى ودخلوا المؤسسات وباعوا الحشيش. لا هذوك عندهم مع جناح. هو النقاش اللي كان علاش ما نقاش التشريع في القانون، وكان خصنا النقاش في هذا المستوى. حنا مشينا للفيديوهات الجنسيه، فلانه تلاقات فلان، بيوي 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 فيديوهات جنسيه، ما قدرناش نفتحوا نقاش جوهري. واخا نمشي لواحد الاشكال اخر لا يقل وعلما حتى واحد النقطه مهمه بزاف، مثلا من جمله الاشياء اللي مهمه حيت المخدرات تقادم في 4 سنين، وشكون اللي كيضمن ان الفعل ما غيتقادمش؟ مثلا واحد الناس بداو كيخدموا الحشيش من 2006 2009، وعطيني الفعل يقدر يوقف قدام القاضي وتشدو كاع تقادم الفعل 4 سنين. لان شنو هو التقادم؟ باش كيسقط التقادم، ينقطع امد التقادم بكل اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمه. البحث التمهيدي ديال البوليس راه ما كيقاطعش التقادم، وواخا كاع يكون البحث وما داير له كاع مذكره بحث ولا كذا، كاين التقادم. التقادم فوقاش كيحب الا لا تجمله المحاكمه او لا درنا شي اجراء من اجراءات المتابعه. وحتى المتابعه حتى قاضي التحقيق، شي قاضي التحقيق يقدر يدير فتح مطالبه تحقيق كذا، الا ما دارش اجراء من الاجراءات خصو يدير اجراء عاد كينقطع. يبقى واحد الناس يبقاو 15 عام 20 عام فوكاش كي غنديروا؟ يجي قدامي يقول لك اخويا عندي التقادم، باع وشرا وخر، ونبقاو حنا هادشي ماشي كنستهدفوا به شي ناس، هادشي كنفتحوا نقاش اخوتي المغاربه. عندنا بلادنا، عندنا مؤسسات، عندنا قانون، عندنا طبعا الناس اللي كيضروا من هذا النقاش واش غيقبلك؟ واش غيحملك؟ كاين الناس اللي ما كيبغوش الحقيقه، كاين الناس اللي ما كيبغوش النقاش المسؤول. دابا هاد البلاغ مثلا ولا هاد النقاش، انا وصلت لمستوى ديال اعتقال الوزاره. انا ما عرفتش علاش بعض المرات دابا حنا دوله، عندنا كنقولوا حنا دولة المؤسسات، واش كتقال لينا ولا كنقولوها بقى حنا دولة مؤسسات، علاش بعض المرات كتولي دولة الافراد؟ فرد زعما معاه، واش كاين شي قطاع واقف على شي واحد في هذه البلاد؟ واش كاين شي قطاع لا مشى فلان صافي غيطيح القطاع؟ راه كاين مؤسسة فيها مؤسسة فيها افراد، وكاين واحد المؤسسة الفوق هي اللي كتعطينا الرؤى الاستراتيجية والسياسة العامة. واحد اللحظة كيولي فرد زعما لا مشى لينا راه ما عرفش غيوقع لينا ولا. حنا ما عندنا الحق نتهموا حتى شي مسؤول وحتى شي واحد، خليوا القضاء نحترموه مزيان، وهذا الشيء كرسناه رجعوا للمواد ديالنا. ولكن انا ضد عاوتاني حتى يتقاسوا بعد كذا عاد ولات القانون وقرينه البراءه وحريه. لا الوزاره خوتي المغاربه ما تعتقلوش في عهد احمد العراقي. دابا المغاربه كاينين المغاربه ذاكرتهم ضعيفه، قلت لكم راه تعتقل مدير امن القصور عبد العزيز ايزو في المخدرات، والدوله كانت عندها الشجاعه ما كاين مشكل. دابا اليوم الناس كيصحابهم حنا راه فين اعتقلنا الوزاره؟ المذبوح مشى الميريكان، كانت زياره ملكيه الحسن الثاني الله يرحمه، وجاب معطيات من تما ان كاين وزاره هنا خويضيه، وجا قالها للملك الحسن الثاني. من بعد غيجي انقلاب ديال الصخيرات، الحسن الثاني غيفتح ملف، غيفتح عطي امر، عفوا امر ملكي فتحوا لي داك الشيء. علاش؟ شو لقاو؟ لقاو وزاره عندهم واحد السمسار كيجيو الناس ياخذوا هنايا الصفقات وكيديو الباي ديالهم. واش المغاربه ما كاينش هذه الواقعه؟ واش ما كانش شي الزغاري هو الرئيس ديال الجلسه؟ واش ما كانش سي حسن العوفي القاضي التحقيق؟ واش ما كانش سي الوزاني هو اللي دار هو النيابه العامه؟ ماشي وزير الاقتصاد تعتقل سابق شنو كان سميتو الزرق؟ ماشي وزير الاقتصاد والماليه اعتقد وزير الماليه سي الطاهري؟ ما تعتقلش سي الجعيدي كان وزير التجاره؟ تعتقلوا وزراء فساد ورشاوي وما لكم اليوم المغاربه كتنساو هذا الشيء؟ شنو زعما البعض كيهجموا على الناس وكذا؟ شنو هذا نقاش؟ حنا في البلاد اعتقلنا وزراء على الفساد، اعتقلنا وزراء. لا يمكن نكمل معكم النقاش، تنقعد واحد النقطه يروجها بعض المدلسون او عفوا بعض المدلسين. بعض المره خوتي المغاربه بعض المره انا كنكون كنهضر راه اللغه كتلقاوني ليا راه حيت كنهضر بزربه، ولا راه ملي انا ملي كنولي نتفرك كنقول يا كيفاش يعني، ولا بعض المرات شي كلمه كتكون غنقول واحد الكلمه مهمه خوتي المغاربه، من اخطر الافكار من تقنيات ديال الفاسدين في المغرب باش يحاصروا محاربه الفساد. ملي كتهضر كيقول لك انتوما كتعطيو فرصه للجزائر وبهذا الشيء ديالكم راه الجزائر كتهضر، كيمشيو يشوفوا الجزائر شاده شي مناشير علينا ولا شي هضره ديالنا. هذه اللي كيقولها لو كان زعما انا ما كرهتش شي نص بحال هادو يتحاكموا، واش انا شغلي في الجزائر تقول عليا ولا ما تقولش عليا؟ واش انا عندي واحد السرطان كيضرني ولا عندي شي قلبي كيضرني ولا الضرسه كتضرني
واش غنمشي على الطبيب نتعالج؟ وحدي واحد جاري الا شافني مشي على الطبيب يقشب عليا، ها المريض ها انت طحتي ها هو ربي فيك. اختار اما نمشي على الطبيب نتعالج ولا نبقى مقابل داك خيلي كيشفى فيا. وهو بقى لا لا مشيت على الطبيب عيق بيا جاري غيتشفى فيا، خصني نبان قدام واخا وقع صحيح غدا غتموت وانت خليتي له الحياه ونمشي نتعالج. ماشي شغلي في هذا يقول لي بغى جاري ولا هاد الهضره حد لا كياخذوا كلام. المغرب زوين، المغرب عسل عسل، كل الناس صحافيين يقول المغرب غزال. شوفوا كيطيحونا بعض الناس دون المستوى. واش انا شغلي في الجزائر؟ واش خلقت الجزائر باش حنا نسكتوا؟ الجزائر ما عندهاش مشاكلها، واش انا نجي نناقش لكم مشاكل الجزائر؟ دابا كاين بعض الناس خلاو بلادهم باش يناقش مشاكل الجزائر فيها وفيها، واش ولا هذاك الجزائر بينه وبين انا بالي مع بلادي، نبقى نقابل اولادي، نقابل ارضي. تخلقت هذه الجزائر كارثه، الفاسدون الفاسدون في المغرب، الفاسدون صنعوا هذه الايديول كيضحكوا على الناس. واحد داير لي تويتر سميتي وتقدر تلقاها مغربي باش يشوه صورتي، هو كيقولوا راه جزائري وكيدير صعيط ما نبلغ عليه شنو غندير له. وتقدر تلقاه مغربي بالعالي داير لي هذه اللعيبه، هو معاك في المغرب. انا كندعو النيابه العامه والبوليس فتحوا داك ديال تويتر، شكون هذاك الحساب فينش؟ والصعيب على السلطه ما عندناش الشرطه الالكترونيه، جيبوا هذاك مول تويتر شكون هو داير صورتي وقاس كيهضر على البلاد. انا على جهدي بلغت عليه تبرأت منه شنو غندير له؟ بعض الناس كيصيفطوني اش غندير له انا؟ قول لي اش غندير له؟ واه الشرطه القضائيه العلميه راه في بلاصه تقول لك هذا الحساب فين مولاه جغرافيا انا فين كيتوجد؟ عيبان شكون مولاه؟ واش تعرفوه في الجزائر ولا في المغرب ولا عطيونا عارف فين كيتوجد؟ واش انا عندي هذه التقنيه؟ رجع النقاش اخوتي المغاربه ديال الوزاره، تعتقلوا الوزاره ما كان حتى شي حاجه عادي جدا. راه ماشي معناه كنقولوا كاين شي وزير في هذا الملف، والله ما نقدر نقولها اخلاقيا انايا. وانا قلت شفت واحد الوزير مذكور في الوثائق، ماشي معناه انه راه لا مجبود من عند المالي تيجبدوه في شي مسطره ديال الترحيل ما الترحيل، ما يقدر يكون داك الشيء عكدو، يقدر يكون صحيح الله اعلم، ماشي انا الجهه المختصه. ولكن باش كنتبت لكم حسن نيتي ما بغاش نجبدوه فيه. انا النيابه العامه مثلا ملي كتفتح البحوث ولا كدير البلاغ، سبق السي وهبي قال بانه وزير قال من تحتيها الا بقيتي نخرج للعالم وكل مراه تفاجئ غادي نقتلو يا واش قالها ولا ما قالهاش؟ واش معناها من تحتها صحيحه ولا خطا؟ حنا كمغاربه واش ما سمعناش هذيك المعلومه كاملين؟ فين هو المجلس على السلطه القضائيه؟ علاش ما يديرش بلا؟ اما المجلس اما النيابه العامه كرئاسه، لان المجلس على السلطه القضائيه من مهامه الدفاع على استقلال السلطه القضائيه. هذا وزير سلطه تنفيذيه نسب اليه تسجيل صوتي، انت كمجلس على السلطه القضائيه راه خصك دير بلاغ، لان غير كنحل الامور من تحتها في سياق نقاش العميل معروض امام القضاء. اذا المجلس قاص، النيابه العامه كذلك خصها دير بلاغ عن طريق رئاسه النيابه. علاش؟ لان الامر كيتعلق به السلطه التنفيذيه عضو وقال نحلوا من تحتها. اذا كاينه شبهه جريمه، النيابه العامه خصها تتواصل معنا حمايه للسي وهبي. ولا كان داك التسجيل ماشي صحيح؟ دابا كيما دافعنا على السي وهبي دابا، ولا عفوا كيما دابا دافعنا على الشخصيات الوطنيه، ما عرفناش شكون الشخصيات الوطنيه. ومني كان هذاك الفيديو داك التسجيل الصوتي كيتسيركيلا وعينا عطوني شي مغربي ما فراسوش من تحتها، ايوا فين هو؟ علاش النيابه العامه ما خرجتش بلاغ؟ علاش النيابه العامه ما خرجتش بلاغ في داك التسجيل الصوتي؟ على ماذا هذا الملف بالضبط خرج فيه البلاغ؟ حنا خايبين دابا خايبا، بغينا غير الامور تكون زوينه ونعاونوا المسؤولين ديال البلاد. لا ما خصكش تشير هاد النقاشات، شنو تجي تقول؟ غير امين، هذيك امين هي اللي خلاتنا كل عام تا كنديروها ونوليو نطيحوا. النقد راه تشارشل قال لك النقد يقوم مقام الالم في الجسم، النقد يقوم مقام. وملك البلاد شنو قال؟ واحد الفكره جميله جدا. شنو قال؟ قال لك النقد هذه مزيان نذكروا بها، لان الملك تيقول اننا لسنا ضد حريه التعبير والنقد البناء، اننا لسنا ضد حريه التعبير والنقد البناء وانما ضد العدميه والتنكر للوطن. خوتي المغاربه دائما كنقول الوطن فيه اشياء جميله، كاين بنيه تحتيه، المستشفى ديال طنجه غزال اللي دارت الدوله، كاين مسؤولين مزيانين، مسؤول فلاني غزال، المغرب فيه استقرار. اذا انا كنترجم غير الخطاب الملكيه، اننا لسنا ضد حريه التعبير والنقد وانما ضد العدميه والتنكر للوطن. فالمغرب سيبقى دائما بلد الحريات التي يضمنها الدستور. ها ايوا ايوا علاش انا في الاخر ديتوني للحبس؟ علاش في الاخر داوني عباد الله للحبس؟ يا الله كنت كندير غير حريه التعبير. تصوروا اخوتي المغاربه محكمه النقد في الملف ديالي هاد المكالمات، تصوروا نعطيكم واحد القرار صادم توصلت له، تصوروا راسكم عاد تشدوه. انا ما عرفتش القضاة اللي حكموا عليا، ما كنقول انا ماشي كنشخصن،
انا راه صحابي حاولوا. وملي كنقول انا كحتلي تكرر مع صحابيين اخرين وماشي انا مريض كنعاود هذا الشيء، لا بالعاني كي لا يتكرر باش نعقلوا على الدبابه. ها هو واحد الحكم عطيته لكم صادر على محكمه النقد، عرفتي اللي حكم عليا من غيقرا هذا الشيء اللي نقول. وسمعوا نعطيكم تاريخ القرار باش اللي بغى يرجع له، قرار عدد 1719 بتاريخ 27/6/2007 الفرقه الجنائيه ملف عدكاد. سمعوا خوتي المبدا، محكمه النقد قالت كاعتماد المحكمه على ما راجع في مكالمه هاتفيه بين المتهم وغيره دون ان تتحقق من مصداقيته والتاكد منه بالتحري للتثبت من وجوده المادي لا يرقى ذلك الى اثبات الفعل الجرمي. البراء المهداوي، تصور دوله 30 عام هذه محكمه النقد. انا نشرح لبعض الاخوان ربما اللي ما القانون، محكمه النقد قالت لك هنا، قالت لك واحد المكالمه داز ديال الدبابات والسلاح وعطيت وعطيت كل شيء، غير هضره اقوال. المحكمه اش خصها دير؟ خصها تثبت من الوقوع المادي ديك هذا، خص داكشي يكون دارو عاد عدم التبليغ. المحكمه ما تثبتت، لا الشرطه تثبتت، لا حتى شي حاجه، حقاش كنا امام اقوال ليس امام افعال. والفصل اللي حاكموا لي به المشرع تيقول افعال وقلنا العباد كاين فرق بين اقوال وافعال، انا كنت امام اقوال لم اكن امام افعال. هذا بقى محكمه النقد خرجت قرار تيقول المداوي ما دوز والو. ما عندنا دابا والله اخوتي ما كنقول لكم، عاد كنبغي ننبه الناس راه كتظلم في هذه البلاد، ماشي حتى ربما يثار اسم احنا مع ما يثار سيدي ما يظلم حتى شي مسؤول، حتى المسؤول راه عنده ولادو حتى الاخر عنده، ولكن ماشي حتى كيتقاسوا المسؤولين. خليو بغينا واحد القضاء لاخوتي المغاربه، ميزوا بين الشخص وبين القضيه. انا بغيت النيابه العامه ولا سيروا للقضيه، قضيه التشهير ماشي الوزير، ما كيهمني لا زيان ولا شحتان، كتهمني التشهير، ما يكون ضحيته لا زيان ولا شحتان. حاولوا المغاربه تخشيو هذه الفكره، نهار نوليو حنا دابا التشهير عاد تقاسوا فلان، خرجوا الناس كلهم كيهلوا بالبلاغ الديوان الملكي كل شيء معاه كل شيء، كلهم التشهير، التشهير راه كيقيسنا كلنا. سيروا للقضيه، وهذيك القضيه حيت المغرب يستمر، سيروا للقضيه، سيروا للقضيه. شحال من قضاه شهيره بهم القضاه؟ واش القضاه انتم ما تقصدوش؟ كاين حوايج خرجوا على القضاه كذوب وشهيره بقضاه، شحال ديال البوليس شهيره به؟ كاين مسؤولين امنيين كبار شهر بهم، ها كاين المسؤولين الامنيين شهر بهم، شهر باعضاء في الحكومه، شهر بفنانين، شهر بمواطنين، شهر بكل شيء تشهروا به. ايوا اذا القضيه هي قضيه تشهير، اذا القضيه نمشيو للقضيه اللي ما تشهر كما قلت لا زيان ولا شحتان. حاولوا تفهموا هذه الفكره، زيان راه عنده بلاصته وعنده موقفه وعنده نقاش والاخر عنده، ولكن تشهير رقاصنا كاملين نكونوا مسؤولين، ماشي تا تقيسني انا عاد وني نقول انا ضحيه كذا. لا سيدي التشهير قاس كلش، اخبار نشرت على عباد الله، اعتقالات يوميا، اعتقال وزير صحه، اعتقال وزير فلان، واحد المواقع اعتقال اعتقال، حرام حرام بهذا الطريق. كنقيسوا البيوت كنقيسوا، عتعرف بنادم اللي كتجرحوا بالاعراض والله لا سامحك، دير هذه في بالك، ديروا هذه في بالكم. ثقافة التشهير انتعشت، شنو درنا مع التشهير؟ عينا ما نغوتوا على التشهير، سنين وكتبت ودارت ندوات، بقات السلطة كتفرج وتزرعت الكراهية بين عباد الله. واليوم ملي سمعنا بعض الأسماء، أنا مع الفكرة خلي النقاش يكون والصحفيين يديروا خدمتهم في إطار المسؤولية كما قال الملك في رسالة 2002، الحرية المقرونة بالمسؤولية، حرية مقرونة بالمسؤولية صحيح، ولكن ماشي يكون عاوتاني عنده هذا ما نحدوش النقر. كاين الناس كتفكر، واش انت ملي كتجي دابا واحد وتقول لي استاذ جامعي شاري فيلا بمليار ونص، شنو بلغه القانون اش كتسمى هذيك؟ ما ناقشوش، كيفاش انت مليار ونص شاري فيلا؟ شنو درنا فيها كدوله كسلطه؟ مليار ونص وعندك محطه وقود وانت رئيس مجلس مستشاري وانت استاذ جامعي معروف، منين انت؟ من حق الناس تناقش، خاص الادله النقاش يكون. نقولوا احنا بعض الاثارات راه كاينه بعض الناس اللي كتلقاه مؤسسه ولا شحال هي مثلا، حقينا نسول نقول لك انت جي انت مؤسسه عندك 37 مليار ديال الاشهار، 37 مليار مداخلك، ولكن انت كتصرف 150 مليار، ايوا منين جات الباقي مثلا؟ اذا هنا قص السلطه تدخل قبل ما يتفجر النقاش، قبل ما نوصلوا عند الوكيل العام، راه النقاش كيخرج في الصحافه. انت مؤسسه ما كاين باس كتصرفي 37 مليار، ولكن لقيتك انا في تقرير السنه لقيتك صارف 150، فلوس اخرى من جهه هاد السيد، انت ما عندكش هاد كذا وعندك هاد المداخيل وعندك وعندك، ماشي انا نجي نخرجوا بلاق وشي. راه السؤال مهم والاهم، اهم اهم فكره، اي شخص
بغى يدخل للشأن العام. خويا شنو بغيتي تولي؟ بغيت نولي رئيس جامعة، مرحبا. خويا شنو بغيت تولي؟ بغيت نولي رئيس مجلس إقليمي، مرحبا. خويا شنو بغيت تولي؟ بغيت نولي وزير، مرحبا. واخا عندنا واحد الشرط، كتعرف الا وليتي وزير راك عتركب في الطيارة الدرجة الأولى مزيان، راك عتجلس حدا جلالة الملك مزيان، راك عتولي سميتك معالي الوزير مزيان، راك عتسكن فيلا عيولي الاحترام، مخزن عبقى يدير كسلام شتي، عتفطح مزيان. بغيتي تفطح مزيان؟ أي باغي نتفطح مزيان، ولكن راه كاين واحد الشرط، واش غتقبلو قبل ما تدخل الشأن العام، قبل ما تحط سميتك نصوتو عليك؟ شنو هو هاد الشرط؟ إوا صبر، أنت لا باغي تفطح وتولي وزير، يا راه تقدر واحد النهار تكون دائرة الشك، قدر واحد الناس يغضبوا عليك، قدو واحد الناس ينتقدوك، يقدو الناس، واش قابل؟ وهما لا، باغي يجلسوا حدا الملك، وباغي يكون في الطيارة في الدرجة الأولى، وباغي يشدوا 20 مليون، وما يتحطوش دائرة الشك، وما يقولوا ولكن هما يحطوك انت الدبابات، يحط فين هو دابا هذا مول الدبابات؟ فين هو هذا اللي عيطتي؟ الصوت ماشي هو الصوت، فين هو الى يومنا هذا؟ اين هو؟ اين هو ذلك الشخص؟ فين كاين هذا الشخص؟ عارف فين كاين؟ هل يعقل تقيد حريه الشخص بلا علاقه؟ مجهول. وها محكمه النقد كتقول لك خصك تتاكد. ايوا نتوما كمسؤولين كتفرجوا فينا؟ حنا في الدبابه، حنا ماشي بشر، ما عندنا ولاد، عندنا المشاش، حنا القطوط. نتوما كيولي دابا البلاغ، انا بغيت هذا البلاغ يخرج النهار الاول على الصحفيين وعلى الحقوق وعلى ما يكونش بحال فرنسا، كاين القضاء ديال فرنسا الفرنسيين وكاين القضاء ديال المغاربه، حنا قضاء موحد اليوم، تكون نيابة عامة دائما كتضرب بيد من الحديد، ولا عاد تواصل بالمعلومة، تواصل في جميع الملفات، في كل شيء تواصل، هذا هو النقاش، ماشي كنقيسوا حتى لا يتكرر هذا، هذا الشيء من باب التقويم، هذا علاش درنا المؤسسات، كما قال واحد السيد مؤخرا، قال لك الفرقة الوطنية قالت له أنتوما عيننا الرابعة. قالت الفرقة الوطنية، قال لواحد السيد، قالوا انتوما عيننا الرابعة، يعني كتورينا هادشي اللي كنديروا عادي، هادشي ما كان، حنا عندنا تبخيص المؤسسة، قالك تبخيص، كتنشروا القوال باش تسكت، شنو هو التبخيص؟ وعمل صحفي، شنو هو التبخيص؟ شنو عمل صحفي؟ شنو غندير؟ واش خصني أنا هاد المرة غنبقى ندير حلقة، نبقى نجيب قوال بحال هكا، طاين 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 ونبقى نهضر، وراه الصحفي ينتقد ينبه، في المغرب خرجوا لنا هاد البشر وتسامح معاهم، هاد التطاول على الصحفيين، نعطيكم مثال. دابا ملي كيكون عندك الحقل ديال الزرع، ملي كيجي الزوش راه كيشوش لك على المنتوج، الزوش ملي كيكون تبقى تفرج فيه راه كدير له داك الاعلام على اساس بنادم باش تخلعو، تجيب شي لا جاك شي سوسه كتجيب المبيدات بحال هكا تشهير، انا صحافي ولا قاضي باش ننتج لك عمل وطني، خصني نخدم في ظروف مريحه، وانت عاطيني في الدستور صحافيه تم التعويضه وراه خلي الزوش والسوس كل مره راه كيشوش على عملي، ايوا حيدني هاد الشيء هذا كتفرجوا فينا، كيفاش غنديروا عمل؟ حنا كنشتغلوا وسط الظروف، البوليس كيشتغل في ظروف مريحه، الجندرم كيشتغل في ظروف مريحه، العسكر كيشتغل في ظروف مريحه، الداخليه كيشتغل في ظروف مريحه، القائد في ظروف مريحه، حنا الصحافي والحقوق كنشتغلوا في ظروف الرعب، راه خيلنا هاد عباد الله، اسيدي اي كاين القانون، التشهير يكون على كل شيء، واللي غينتقد ينتقد كل شيء، راه حنا دعامة، الملك قال لك حنا شركاء بناء الصراحه الديمقراطيه الصحافي، وشريك وهاد عباد الله جالسين كاينه، شوف عباد وتتقاسوا عباد الله لا. ونتمنى خوتي المغاربه توصل، راه ملي كنهضروا على هذاك الفكره راه مهمه، كيكون عندك الزرع ولا عندك شي منتوج ما خاصش تشويش باش يكون الغله، ما كاينش كينتج هو صحيح، ماشي كان وسط التشهير وسط هذا الموس، هذا انتعاش التشهير، كارثه التشهير في المغرب اخوتي، صفحات خصيصه فلان فلان الشخصانه تبخيص، صحفي كيدير التبخيص، لا انت يا كتنتقم، لا انت وغنتقم غنشكر لك انا، واش حنا غنشكروا؟ واش كنا غننتقموا؟ كاين في تاريخ البشريه شي سجين كيشكر السجان؟ انا وقيله الوحيد في تاريخ الكره الارضيه كندافع على حقوق السجان، علاش؟ حيت عارفهم دوك السجان مساكن لا حول، كون كان عندي حقد ما نهضرش على مدير السجن وما نهضرش على رئيس المعقل، وشوفوا مدير السجن عطيوني شي تاريخ المغرب شي سجين خرج كيشكر السجان وانا ماش عيديروا لي بالسلامه، ولكن كلمه حق اقولها، شفت اوضاعهم المزريه الموظف في السجون، شفت الاوضاع المزريه ديال مدير السجن ودير رئيس المعقل واجورهم الهزيله جدا، فين الحقد؟ شكون حقد؟ شكون كيعقى عليهم هاد الناس مساكن؟ كيهضر حتى واحد على الموظف في السجون وماشي وقوات المساعده مساكن، حتى هما اللي كنتمنى شي التفات عليهم ما كنهضرش عليهم ويسمحوا لي، قوات المساعده هادو من الدعامات للاستقرار، اجورهم حتى هما مساكن هزيله جدا، وظروف ديال التدخل ديالهم، وعاد العدد من الحوايج، فاخوتي المغاربه التبخيص شنو هو النقد؟ شنو هو التبخيص؟ شنو هو الانتقاد؟ فين هي حدود ما بين هاد الاشياء؟ كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.